طبعا ورشة اليوم تتناول مشروع إصلاح وتطوير التخطيط العمراني في ليبيا، دراسة التخطيط وما آلت إليه الوضع التخطيطي في ليبيا نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما إلى ذلك، ووجود ظواهر سلبية ظهرت الآن في المدن والتجمعات العمرانية، ودراسة كافة التشريعات والنظام المؤسسي للتخطيط العمراني بالإضافة إلى مجال التخطيط العمراني، والاستعانة بتجارب بعض الدول في وضع منظومة تخطيط عمراني قابلة للتنفيذ وممكن نخرج بها للتلافي السلبيات اللي موجودة في المخططات الموجودة الآن.